صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده في يوم جديد وحلقه جديده، وصباح يوم جديد من نهارك سعيد. احنا سعداء جدا احنا موجودين معاكم النهارده يوم 8 مارس 2014. طبعا هيكون معانا عده فقرات ليها علاقه بالحياه السياسيه والاجتماعيه اللي بنعيشها في مصر. طبعا شهر 3 هو من الشهور اللي يمكن الناس لما بتيجي عندها كده بتبقى مضطربه، لانه هي فيها فصول السنه كله، يعني في شهر 3 فصول السنه كلها بتتجمع في شهر واحد، من تراب لمطر لبرد لحر لكل حاجة. بس ده خلاص للمرحلة الانتقالية إن شاء الله للربيع والصيف، زي ما احنا كده بنعيش في الأجواء السياسية مرحلة انتقالية من السيء للأحسن إن شاء الله بإذن الله في المرحلة القادمة. وإحنا كلنا تفاؤل بأن المرحلة اللي جاية هتبقى كويسة جدا، بس لو كلنا في ايدين بعض، ايدينا في ايدين بعض. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا ساره، صباح الخير على كل مشاهدي النايل لايف. زي ما قالت ساره كلنا تفاؤل بالمرحله اللي جايه. ولادنا النهارده اول يوم ليهم في الدراسه، بنتمنى ان شاء الله انها تكون فتره ما فيهاش اي مشاكل. ووزاره الداخليه اعلنت عن تكثيف التواجد الامني حول المنشات التعليميه، نتمنى ان شاء الله انها تكون فتره جميله وترم جيد على ولادنا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايه رايكم بقى نقول سرد كده سريع للفقرات اللي معانا النهارده؟ اولى فقراتنا هتكون فقره الصحافه، وكالعاده سرد سريع لاهم المنشطات والاخبار الموجوده في جميع الجرائد سواء كانت القوميه او المستقله. هيعلق على اخبارنا النهارده الاستاذ عادل السنهوري، وهو الصحفي والكاتب بجريده اليوم السابع، وطبعا هو رئيس مدير تحرير جريده اليوم السابع. هيكون معنا النهارده حوار حول موقع الالكتروني موقع كل، وده موقع للراي ومقالات الراي الحر. هتكون ضيفتنا النهارده استاذه امنيه طلال والاستاذ احمد علام من مؤسسي هذا الموقع، وهنعرف ايه موضوع المقالات اللي بتنشر في هذا الموقع. النهارده طبعا مش عايزين ننسى حاجه مهمه جدا، النهارده 8 مارس، وطبعا 8 مارس هو اليوم العالمي للاحتفال بيوم العالمي للمراه. هنتكلم النهارده بالتفاصيل عن الموضوع ده، المفروض ان هو احتفال عالمي بيحتفل بالانجازات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه للمراه في المجتمع بتاعها. هنشوف النهارده المراه هتحتفل ازاي باليوم ده من خلال ضيفتنا اللي هتكون موجوده معانا النهارده في الاستوديو، الاستاذه جيهان شعراوي الكاتبه والصحفيه بجريده الاهرام. اليوم العالمي للمرأة زي ما قالت سارة، هيكون ضيفنا النهاردة أو ضيفتنا النهاردة المصورة الصحفية شيماء جمعة بموقع الوادي الإلكتروني، وهنشوف صور عديدة كتير للمرأة حول مستقبلها الفترة اللي فاتت الفترة اللي جاية. هي شايفة ده ازاي؟ ده اللي نعرفه من شيماء النهاردة. انسحاب بعض السفراء العرب من قطر، طبعا ده موضوع مهم جدا وشغل ناس كتير قوي قوي، و في تفاصيل كتير نحب نتكلم عنها. واكيد الدول العربيه في كل خطوه بتثبت وبتاكد ان هي ايد واحده، وان العرب مش يعني طول الوقت قلبهم على بعض على فكره، لانه احيانا كده كتير بيبقى فيه شويه كلام كده يحسسك انه لا الناس دي بتعمل او انه في حاجات بتتعمل للمصالح الشخصيه. ابدا العرب كلهم فعلا ايد واحده وقلبهم على بعض. نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل مع اشرف النهارده في فقره مهمه جدا في نهايه اليوم، مع الكاتب الصحفي الاستاذ خالد ميري، وهو مدير تحرير جريدة الأخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل إن شاء الله. خلينا نروح بسرعة مع سارة واستعراض لأهم نشرات الصحف الصادرة صباح اليوم، تابعونا ولكن بعد الفاصل.